تم تشييد حدائق الحسين ب7/2/2000 من قبل جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله، تخليداً لذكرى جلالة الراحل الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه. تبلغ مساحة الحديقة 700 دنم تقريباً، وتحتوي الحديقة على مرافق متعددة. من هذه المرافق القرية الثقافية، الممر التاريخي، الممر الشجري، والقرية الإسلامية. وأيضاً تحتوي الحديقة على ملاعب رياضية لممارسة مختلف النشاطات الرياضية. المدرج الكبير والذي يتسع إلى 2000 شخص، حيث تم تصميم هذا المدرج لهدف إقامة الفعاليات الثقافية والمناسبات الوطنية. ومقابل المدرج يوجد مسطح أخضر يسمى بالروتندا، حيث أيضاً يتم عمل فيه مختلف المناسبات الوطنية والفعاليات الثقافية. من مرافق الحديقة منطقة البادية، ويوجد في هذه المنطقة بعض النباتات التي تمثل البادية الأردنية. ومن أهم معالم هذه المنطقة سكة حديد تحاكي سكة الحديد الحجازي الأردني. القرية الثقافية، جاءت فكرة أمانة عمان لإنشاء القرية الثقافية لإحياء الجانب التراثي لدى المبدعين من النحاتين والرسامين. الممر التاريخي، وهو ممر بطول 450 متر ويحكي قصة الأردن عبر العصور، وتعمل الجداريات المنحوتة بداخل هذا الممر على وصف العصور والحقب التاريخية التي مرت على الأردن بواسطة جداريات فنية منحوتة ومشغولة بالحجر والمعدن ومواد أخرى، لكي توصف كل عصر بطريقة فنية على يد أشهر وأمهر الفنانين العرب. نرجو من زوار حدائق الحسين المحافظة على نظافة الحديقة. هذه الحديقة وجدت من أجلكم. الحديقة فيها مرافق كثيرة بتلبي جميع الأفراد العائلة. رجاء الحار المحافظة على السلامة العامة والمحافظة على موجودات الحديقة.